معركة الانهيارات العظمى للعصابات الإرهابية، وأولى بشائر هذه المعركة هي سلمى التي غابت عن حضن الوطن لأكثر من 4 سنوات. حولتها العصابات الإرهابية إلى معقل إرهابي، ولتكون قاعدة لعملياتهم الإجرامية والتكفيرية. سلمى اليوم في حضن الوطن بعد أن بسط الجيش العربي السوري سيطرته التامة والكاملة عليها وعلى التلال والقرى المحيطة بها، بدءا من الرويسة كرم القلعة مرورا بجبل قراقفي ووصولا إلى قرية ترتياح. نحن الآن داخل مدينة سلمى والتي بسط الجيش العربي السوري سيطرته الكاملة عليها. الجيش العربي السوري وخلال عملية اقتحام مدينة سلمى اتبع أساليب قتالية خاصة تتناسب مع طبيعة سلمى الجبلية والمحصنة. لمدينة سلمى أهمية استراتيجية بكونها تمثل المعقل الرئيسي والأساسي لكل التنظيمات الإرهابية التي كانت تتواجد في الريف الشمالي لمدينة اللاذقية. سلمى تشرف على منطقة محيطة فيها من جميع الاتجاهات، وبالتالي أغلب الصواريخ والنيران أو الصواريخ اللي كانت تطلق باتجاه البلدات والمناطق الآمنة وحتى مدينة اللاذقية كانت تطلق من هذه المنطقة، نظرا لارتفاعها عن سطح البحر ولما تمثل من أهمية بالنسبة للعصابات الإرهابية المسلحة والدول الداعمة لهذه التنظيمات الإرهابية. سلمى المدينة الاصطيافية في ريف اللاذقية الشمالية كانت أكبر وأهم معاقل هؤلاء الإرهابيين التكفيريين، ورغم الدعم اللامحدود من حكومة أردوغان ومن قطر والسعودية والدعم بالمال والسلاح وبكافة الإمكانيات، ولكن رجال الجيش العربي السوري كان لهم كلمة الفصل، فقد استطاعوا إعادة هذه المدينة إلى حضن الوطن بعد السلسلة من المعارك العنيفة، لأن رجال الجيش العربي السوري الآن يمتلكون معنويات عالية وإرادة قوية، وهم يمتلكون كافة المعنويات اللازمة والمؤهلة للانتصار وتحقيق الانتصار على كافة أراضي الجغرافيا السورية. بسيطرة الجيش العربي السوري على سلمى ستكون منصة لعملياته النوعية والمستمرة لتطهير كامل أرياف اللاذقية، ولتسقط معاقل وبؤر للإرهابيين بالقوة النارية كمرج خوخة وقرية الحصر وحتى دويركة، ولتشكل سلمى مع نقاط أخرى حاكمة سهما ناريا يوجهه الجيش العربي السوري سواء نحو كباني، وهذا يعني سقوط السرمانية وبالتالي جسر الشغور، أو نحو معاقل الإرهابيين في محيط كنسبة. أنا وليد طفران من سلمى، صار لي 4 سنين بقاتل الإرهاب. يعني شو بدي أوصف شعوري لما وصل على سلمى؟ إسا ما قدرت أوصفه. يعني غصة البكي، غصة هذا النصر بنهديه لسيادة الرئيس ولكل مواطن شريف في سوريا، وبهديه لأخواتي على الجبهات كلها. وتقدمنا من 4 محاور على جهة كفر دلبي وضاحية سلمى وكفر عجوز، وتمت السيطرة عليه والحمد لله، وقامت عناصر الهندسة بتفكيك جميع العبوات الناسفة وتنظيف الطريق من جميع ما خلفه الإرهابيين من دمار ومن كل شيء. مبروك النصر للبلد كلها ولسوريا كلها بكافة القوات التي عملت بهذه الجبهة، إن كان دفاع وطني حمص أو كوننا القوات الرديفة للجيش العربي السوري، ومنهد الانتصار لقائدنا المفدى الدكتور بشار حافظ أسد. لم يتوقف الجيش العربي السوري عند حدود سلمى، فالعمليات العسكرية ما زالت مستمرة على هذا المحور. بسيطرة الجيش العربي السوري على مدينة سلمى تدخل التنظيمات الإرهابية مرحلة المعنويات المنهارة والانهيارات العظمى، وليحمل القادم من الأيام المزيد من الانتصارات.